جايز وصلنا العرس عرس سارة وغير. هقول لك كنت لابسة أحمر؟ طبعاً هذا السؤال يمكن نزلته 50 مرة لهسه لأنه أنا نزلت الصور كنت لابسة أحمر. ولكن صارت لي مشكلة بالفستان وقررت أغيره ولبست هذا الفستان اللي هو كان عندي أصلاً فستانين. هذا كان الخيار الأول. بعدين غيرت للأحمر وهسه رجعت لبسته. فهذا هو الفستان. العروسة. رح أخلي بنين تصورني. بنين باي ذا واي لوكها. Guys, Cinderella. استني ألف المرة. What is this beauty? لا أعطينا slow motion. هيك يعني يا. واخري التليفون حطيهم بيد وحدة. أوكي. الله 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 الله. سندريلا اليوم راح ترجعين الساعة 12 لراح تطولين. أراويكم الأميرة اللي هي بل يعني أنا بالنسبة إلي بل لا استني أرد ألف الكاميرا حبيبتي أنا ما دا أقول عنك أميرة عشان تردي أنا دا أقول حقيقة بس عطينا لفة. What is this guys ما يصير ما أراويكم لوك كريم لأنه كريم اليوم أبدع. شوفوا لا 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 التفاصيل خليك عشان اراويهم كل شيء. الحزام كمان اقول لك انا شفت كي اس وينها راوينا. لا 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 تفاصيل يا اخي السر في التفاصيل. قبل الكل شوفوا لي هالجمال حبيبتي. تدرون بحفلة 20 مليون جابت لي كيكة وهالصور يعني أحلى مفاجأة. جد أنت صنعتي يومي بحفلة 20 مليون. أنت صانعة أيامنا كلها يا بعد قلبي. Thank you so much. والله من أموت عليك. أنا كمان. أوكي guys قالوا إنه العرسان حيفوتون سو الكل قعد والناس أخذوا أماكنهم. خذوا أماكنكم يعني. وهسه فضيت القاعة يعني هذا المكان عشان العرسان. بس شقد حلو ما شاء الله. صدق الترتيبات كلش حلوة. أعتقد من هنا حيفوتون. كأنه هذا ينفتح هيك. I know بس أني أحس ما حيفوتون منه. أحس حيفوتون منه. لأن الكاميرات اللي هناك شايف الشاشة. يصورون هذا الباب. عافية. أو باي ذا واي عندنا كاميرات هناك وهناك حتى تصورنا. وهذه آياتي تقول لنا تعالوا وسارة وماما حنشوف لما يدخلوا. ماما ما تشوفوها عشان نشوف خالة حنان. شنو هالجمال هذا؟ بديتك والله شفت مسافرة غبع قلبي. شوفي قلبي لا جايينك يما فتوا قلبك آني. شنو هالجمال؟ احمر جايز احمر اني غيرت الاحمر لانه لما شفتك لابسه احمر ماكو احد يلبس من بعدك. خلاص اني محظوظه من هاي الجهه خالتي حنان قاعده يم ومن هاي الجهه يعني الجمال والاناقه والذوق والحلا وكله قاعد يمي. يعني شهد جمعه الحلوه هاي كلنا ان شاء الله بالافراح يا رب دايما. متوترة؟ ليش متوترة؟ عشان بشوف نفس عريس مبسوطة وبنفس الوقت مشاعري مخربقة. ما يصير مشاعرك تكون مبسوطة، لازم تكونين واثقة إنه الليلة راح تكون ليلة جنة. إن شاء الله الله يسعدك. وليلة حلوة. راح نرقص. رقص مو طبيعي. بعد عندي 20 رقص. لا لازم ترقص. بعد هو إحنا بلشنا. واحنا ابتدينا اصلا بس تاخر كثير. كانت تقول حتى بعرس غيث متاخر. سبحان الله كل شيء متاخر. غيث ليش متاخر غيث؟ بس اكيد اللوك حيطلع يجنن. انا اسمع الصوت احس ورا اجوا دقيقه ارد اخذ رده فعلك. شكرا لين شكرا. تسمعين؟ لا تبكين. لا ما بعدين اني راح ابكي والله. بني ما بتيجي
شيء دموع الفرح، فرحانين لهم وان شاء الله الف مبروك. لا 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 اسمعهم جايز جايين جونا. شباب ما شاء الله، بس احس الشباب يعني ما دا اشوف العريس راح. شوفوا جايز اني احس العريس دخل من هنا، بس اعتقد العروس راح تدخل من هناك. بلا اكو هناك يعني اعتقد really؟ منا شوفوا اكو مصورة هناك، سو معناتها اكو هناك يعني I don't know. أنا دا أشارككم يعني الأخبار. كيمو حتى بالعرس مشغول ترى، عادي يعني الشغل ينتظر. خلاص أترك التليفون خلاص. سوري سوري سوري. Yeah.
العروس وهنا عندنا ام العروس ناطرتها واقفه حبيبتي يا عمري انت والله انا اللي كلش فرحانه بموجوده هنا الله يشهد ثانك يو سو ماتش قلبي انت هسه ساره راح تشرفنا اي ثينك غيث عيونه مدمعين وكلش متوتر راح صراحه يبكي بعد شويه واحد مشاعره تتحرك يحس يريد يبكي يعني انا هسه ليش اريد ابكي شك وش السالفه كيوت راويكم احنا منو قاعدين طبعا انا موجوده هنا حدي بنين هناك روزلا انا مره ثانيه اصاله والباب ورانا سو اعتقد ساره راح تدخل من ورانا ننتظر العروس صرنا هواي صراحه ننتظر العروس بس العروس لازم تاخذ وقتها بالعرس يعني شحكي شقول شو هالجمال شو هالانقة شو هال احبهم احبهم واحنا يعني يجننون هيجي طاقتهم حلوة يمو فدواني خيدي المرة باقية ايام فترقبوا نلتقي نقعد اكيد والله دولمة دولمة بخيل الله دولمة بيها الدولمة دولمة جايز شايفين ام عروس بهالجمال انتي العروس انتي العروس جايز شوفوا ما شاء الله اموت عليك هذول من عيونك الحلوين يا حبيبي خليك تسلمين اليوم نرقص ونردح للصبح لا 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 جايز شوفوا لا شو شوفوا انتوا يا الله مليون مرة سألت هالسؤال بنين فسري لهم لا 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 تفسر تفسير حقيقي هنا عندنا سارة هنا عندنا نشيط وطبعا let's talk about آية شنو هذا آية شنو هالجمال أزرق هذا إيلون رمادي أخضر يعني أنا حاليا مع أميرة ديزني شخصيا لا ما بسمح لك أنا مع أميرة ديزني شخصيا شو أميرة ديزني حبيبتي أنت طلعي شوفي ركزي بوجهك ركزي تكون في المت جالا نور بسرعة يلا مت جالا سامعيني رحبتي هاي جايز او ماي جاد جايز اول مره اشوفها سوري صرخت بس نور اي لاف نور شو هالجمال طبعا نزلتي فيديو يخبل كتبت لي كومنت اي لاف يو احب اقدم لكم سندريلا الحفل لا سندريلا الحفل سندريلا الحفل انت بلا مجاملات لو سمحتي انت سندريلا الحفل المجاملات فعلا المجامله تتحمل حتى ما تلحق يعني ما تقدر تجامل
مو سندريلا الحفل اني بطلت كوز بطلت سادتي سادتي سو اجينا احنا حاليا بحمام اياتي وراح نضبط وضع الميك اب المأساوي حاليا فايش راح نسوي اخذت بودرات طبعا تشكو يمه في سو اخذت بودره وهسه شو نسوي نطبطب لقيت الطبطب حطينا اغاني طيب أغاني من عيوني من عيوني لو تبي عمري هدية أنا أحبك حب جنوني حتى لو تكسر